الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من القاهرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. شهداء ومصابون جدد جراء قصف استهدف منازل وسط القطاع وتواصل العدوان على رفح الفلسطينية جنوبا. جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده خلال معارك في جنوب القطاع. في إطار مقترح للتهدئة، فرنسا تدعو لانسحاب مسلحي حزب الله 10 كيلومترات مع الحدود مع إسرائيل. البداية من تطورات الأوضاع في قطاع غزة. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذا وفي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع، أفادت مراسلتنا أن غارات إسرائيلية استهدفت المناطق الغربية من المدينة بما في ذلك منازل سكنية. كما قصفت مدفعية الاحتلال عددا من المنازل السكنية غربية مدينة خان يونس جنوبي القطاع أيضا. لم تتورع حكومة الحرب الإسرائيلية عن المضي في عدوانها على قطاع غزة، مستهدفة آخر ملاذ للفلسطينيين وهو مدينة رفح الفلسطينية جنوبية قطاع غزة. القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدينة رفح الفلسطينية التي تؤوي 1400 فلسطيني جاء برا وبحرا وجوا. المزيد في العرض التالي مع الزميل خالد عاشور. إسرائيل تقصف رفح الفلسطينية في جريمة جديدة تضاف إلى سجل عدوانها على قطاع غزة. رفح الفلسطينية تقع في أقصى جنوب قطاع غزة، مساحتها 55 كيلومترا مربعا، وتعد بمثابة آخر ملاذ يفترض أنه آمن لأكثر من 1,400,000 فلسطيني، بينهم أكثر من 1,200,000 نزحوا إليها من شمال ووسط القطاع المكلوم بعد تهديدات إسرائيلية متوالية. وعلى الرغم من التحذيرات الدولية من اجتياح رفح، فإن إسرائيل بدأت بالفعل عملياتها في المدينة، حيث قصفت المناطق الشمالية وبالتحديد محيط مسجد الرحمة بمخيم الشابورة، كما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية شاطئ البحر، بينما شهدت المناطق الشمالية من المدينة تحليقا لطائرات الاستطلاع والمروحيات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. غارات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أيضا مسجد الهدى في مخيم يبنى وعددا من المنازل السكنية في مخيمي بدر والشابورة وتل السلطان. ونتيجة لشدة القصف الإسرائيلي نزح آلاف المواطنين إلى المستشفى الكويتي الذي قال مديره إن قوات الاحتلال استخدمت في غاراتها أسلحة محرمة دوليا من بينها صواريخ حارقة. كان هذا عرضا موجزا لأبرز المناطق التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين وجندي من أفراده خلال مواجهات مع الفصائل الفلسطينية جنوبية قطاع غزة، وبذلك يرتفع قتل جيش الاحتلال إلى 566 فردا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
من جانبها أعلنت حركة حماس مقتل 3 محتجزين إسرائيليين من أصل 8 أصيبوا في غارات للاحتلال على قطاع غزة. وأضافت الحركة في بيانها أنها ستؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى من المحتجزين الإسرائيليين لأيام قادمة إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى 8. ذكر مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية أن مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات. أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي أن مصر قامت بدور جيد فيما يخص فتح معبر رفح والسماح لبعض الفلسطينيين بالدخول. وأشار كيربي إلى أن بلاده تدعم وقف إطلاق النار وإلقاء الطرفين للسلاح في قطاع غزة، معربا عن رغبة واشنطن في أن تتوقف الحرب في غزة عن طريق هدنة ممتدة والإفراج عن جميع الرهائن وإدخال المساعدات. من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعمل مع قادة المنطقة من أجل تحقيق سلام دائم قائم على حل الدولتين، وأشار إلى أن واشنطن تعمل مع شركائها من أجل إرساء السلام في غزة. وخلال مؤتمر صحفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض، أكد بايدن العمل على التوصل إلى صفقة تبادل وهدنة تمتد لستة أسابيع يمكن البناء عليها من أجل وقف دائم لإطلاق النار. نحن لا ندعو فقط للسلام، وإنما ندعو إلى العيش بكرامة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنا أعمل مع الملك الأردني وآخرين في المنطقة لنحقق السلام من أجل أن نخفف المعاناة الإنسانية وكذلك لجعل السلام يعود لغزة وإسرائيل، سلام دائم ومستدام ودولتين فلسطين وإسرائيل وشعبان يعيشان جنبا إلى جنب. الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد توسطت لتحقيق هدنة في غزة، ودامت تلك الهدنة 6 أسابيع، وكنا نراهن على أن نبني عليها. وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة. وأوضح ملك الأردن أن الوضع الحالي لا يمكن احتماله بالنسبة لأكثر من 1 مليون شخص تم تهجيرهم إلى رفح الفلسطينية منذ بداية الحرب، مشددا على أنه لا ينبغي السماح بحدوث أي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة. لا يمكن أن نسمح بهجوم آخر إسرائيلي على رفح، سيؤدي ذلك إلى كارثة إنسانية أخرى. الوضع لا يتحمل مسبقا لأكثر من 1 مليون شخص اضطروا إلى النزوح إلى رفح. لا يمكن أن نسمح باستمرار هذا، نريد وقفا لإطلاق النار الآن. هذه الحرب يجب أن تتوقف، يجب أن نعمل بشكل متضافر ليكون هناك إيصال للمساعدات الإنسانية إلى غزة عبر كل المعابر الممكنة وعبر تشغيل كل الآليات. وأنا أشكرك السيد الرئيس على دعمك في هذا المجال. كذلك يجب رفع كل القيود على المساعدات الإنسانية لأن ذلك يؤدي إلى المآسي. هذا وأعلن البيت الأبيض في بيانه أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله ناقشا أهمية الاستقرار في الضفة الغربية والشرق الأوسط على نطاق أوسع. وأضاف البيان أن بايدن أكد خلال اللقاء أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس للإفراج عن الرهائن مقابل إرساء هدنة في غزة لا يزال ممكنا وستكون فوائده هائلة على حد قولها. وقالت الخارجية الأمريكية أنه ليس لديها عصا سحرية لعمل تغيير فوري للأوضاع بشأن قطاع غزة، مشيرة إلى أن قطع المساعدات الأمريكية عن إسرائيل لن تكون خطوة أكثر تأثيرا من الخطوات التي اتخذتها واشنطن بالفعل.
هذا، ودعت الخارجية الأمريكية إسرائيل إلى التحقيق في الوفاة المفجعة للطفلة هند رجب في غزة. أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن قلقه العميق بشأن تقارير عن قصف إسرائيلي واجتياح بري محتمل لمدينة رفح الفلسطينية، وأوضح خان أن مكتبه يجري تحقيقا بشأن الموقف في دولة فلسطين، وأنه يحقق بجدية في أي جرائم مزمعة، لافتا إلى أن الجنائية الدولية تتعامل مع هذا الملف على أنه مسألة عاجلة للغاية. وحذر المدعي العام للجنائية الدولية من أنه ستتم محاسبة من ينتهكون القانون. جيش الاحتلال الإسرائيلي يضرب باتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين الحرب عرض الحائط، وتمنع الاتفاقية الهجوم على المستشفيات بأي حال وحماية جميع العاملين بها بجانب حظر تدمير الممتلكات. لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، مخترقة بذلك القوانين الإنسانية والدولية كافة، وعلى رأسها اتفاقية جنيف. وتنص اتفاقية جنيف على ضمان حماية حقوق الإنسان في حالة الحرب وطريقة الاعتناء بالجرحى والمصابين والأسرى، وهو ما تخترقه إسرائيل بشكل مستمر. المزيد في العرض التالي مع الزميل أحمد أبو زيد. خروقات وانتهاكات وعدم التزام بالقوانين الدولية والإنسانية، هذا ما دأبت إسرائيل على ارتكابه في عموم حروبها واعتداءاتها، والآن في حربها على غزة. قصف للمنشآت السكنية، للمدارس، للمستشفيات، وقبل كل ذلك قتل المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ وبصورة ممنهجة، ما يؤكد أن إسرائيل باتت ترتكب جرائم حرب مكتملة الأركان، فضلا عن وقوعها في جرائم ضد الإنسانية طبقا للاتفاقات الدولية المختلفة. اتفاقية جنيف التي هي معنية بحماية المدنيين في وقت الحرب تنص في مادتها 17 والمادة 21 على أنه يتعين إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال من المناطق المحاصرة أو المطوقة، مع حماية عمليات نقلهم والسماح بمرور أفراد الخدمات لهذه المناطق. هذا ما لم تفعله إسرائيل، وتتابعون ما يجري في هذه اللقطات، هي تستهدف بالتحديد سيارات الإسعاف على هذا النحو. أما عن المستشفيات فإن المادة 18 من الاتفاقية ذاتها تقول بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى، ويتعين احترامها وحمايتها في جميع الأوقات. هذا ما تعمدت إسرائيل على ألا تقوم به، وهذه برهان من بين براهين. بالنظر إلى أكثر المستهدفين من القصف الإسرائيلي، تنص المادة 24 من اتفاقية جنيف على أنه يجب اتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون سن 15 من عمرهم، والذين تيتموا أو اقترفوا وافترقوا من عائلاتهم بسبب الحروب المستعرة، وتيسير إعانتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال، ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها،
وهذا هو ما قامت إسرائيل بنقيضه وبعكسه تماما مع إعلان وزارة الصحة الفلسطينية أن 50% تقريبا من الشهداء كانوا أطفال. المادة 33 بدورها حظرت ما يعرف بالعقاب الجماعي أو الاقتصاصي من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم، بينما الهدف الرئيسي يوميا لآلة قصف الاحتلال كانت المنشآت المدنية والمستشفيات في أجل وأوضح صور العقاب الجماعي للمدنيين في عمومهم من سكان قطاع غزة. أما المادة 58 فتنص على أنه يتعين السماح لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لأفراد طوائفهم الدينية. ماذا فعلت طائرات الاحتلال؟ طائرات الاحتلال قصفت وبصورة عمدية المساجد والكنائس على حد سواء. المادة 59 من اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين تنص على توفير المؤن الكافية للمدنيين إلى جانب السماح بالعمليات الإغاثية وتوفير التسهيلات اللازمة للمدنيين. هذا بالضبط ما تعرقله إسرائيل عندما يتعلق الأمر بإنقاذ سكان غزة عبر قصف الجانب الفلسطيني من معبر رفح كما تابعتم في أكثر من موضع. خرق واضح وصريح من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، وتقريبا لم يترك جيش الاحتلال الإسرائيلي فرصة ولا مناسبة لا في هذا العدوان ولا في الحروب السابقة إلا وبرهن بالدليل القاطع على أنه فوق القانون، يمارس كل شيء مباشرة عبر آلة قتل عشوائية، وفي أوضح صورها في هذه المرة يذهب لاستهداف المدنيين بصورة عمدية مباشرة. كانت العديد من الدول والمنظمات الدولية حذرت من التداعيات الكارثية للخطط الإسرائيلية لاجتياح منطقة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعد إصدار نتنياهو أوامر لجيش الاحتلال بالاستعداد لإجلاء النازحين الفلسطينيين في المنطقة تمهيدا لاجتياحها عسكريا. استهداف الأطفال واحدة من الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وحسب منظمات دولية فإن نحو 8000 طفل فلسطيني استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية على غزة. تصريحات رسمية تفيد بأن نحو 8000 طفل فلسطيني استشهدوا في الحرب على غزة، فيما يتجاوز عدد الجرحى 68,000 مصاب، معظمهم من النساء والأطفال. منذ ما يقرب من 52 عاماً كانت صورة طفلة تهرول عارية وتصرخ بعد أن أحرقت النيران جسدها، سبباً من أسباب إيقاف الحرب الأمريكية على فيتنام. فلماذا لم توقف صورة الطفلة ممزقة الأطراف المعلقة على الحائط
في منزل بمدينة رفح الفلسطينية وحشية الاحتلال الإسرائيلي. لماذا لم يوقف الحرب نداء استغاثة الطفلة هند بصوتها المرتعد من الرصاص وجثة أهلها من حولها؟ لماذا لم توقف الحرب فيديوهات القنص المتعمد لمدنيين ونزوح وتشريد ما يزيد على مليوني مواطن؟ لماذا لا تفرض عقوبات على تصريحات تحريضية همجية لمسؤولين في تل أبيب لا يطلقونها إلا ليواروا إخفاقهم في مجابهة عملية طوفان الأقصى التي كشفت عورات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية؟ تصريحات منظمات دولية تقول إن عدد شهداء أطفال غزة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى فقط من الحرب على القطاع تخطى عدد قتلى الأطفال بكل الحروب طوال السنوات الخمس الماضية، بل وإن من بقي منهم على قيد الحياة يتكبد آلام مجاعة ويتعرض لصدمات نفسية جراء مشاهد القتل والدمار. سينتظر المجتمع الدولي وقوع الملايين من الشهداء والجرحى الفلسطينيين حتى تشفي إسرائيل غليل هزيمتها في 7 أكتوبر؟ أسيظل صانع القرار في العالم يكتفون بالشجب والإدانة بلا قرارات حاسمة لإيقاف أنهار الدماء السائلة على الأراضي الفلسطينية على يد آلة الاحتلال الإسرائيلية؟ آلة القتل الإسرائيلية لم تبدأ عملها في غزة للتو، بل استمرت على مدار حروب وهجمات سابقة عديدة، وخلفت وراءها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى الذين لطالما كان أغلبهم من المدنيين. سلسلة طويلة من جرائم القتل والإبادة لطالما مارستها سلطات الاحتلال بحق المدنيين الذين اعتبرتهم أهدافاً. ما تلا عملية طوفان الأقصى من قصف إسرائيلي لم يكن الأول من نوعه. قال المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك إن أي توغل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح جنوب قطاع غزة أمر مرعب. وأوضح تورك أن التوغل في رفح قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أنه قد يتسبب في وقف المساعدات الهزيلة التي كانت تدخل إلى غزة، كما يهدد بوقوع مزيد من الجرائم. من جانبه قال متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة هشام مهنا إن الوضع الإنساني في قطاع غزة مؤسف للغاية، مؤكدا عدم القدرة على التعامل مع أي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية. وفي تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية نشد مهنا المجتمع الدولي بضرورة بذل الجهود لوقف نزيف الدماء في قطاع غزة. إذا ما حدث هناك
اتساع في بقعة العملية العسكرية في رفح في ظل اكتظاظ التكدس البشري المتواجد فيها ومحدودية الدعم الإنساني وغياب التدابير الأمنية اللازمة لعملنا، للأسف سوف تضمحل هذه المساحة الإنسانية إلى الحد الأدنى، بحيث أنه لن نستطيع تقديم أو تحقيق أي استجابة إنسانية ذات قيمة على أرض الواقع. هذا سوف يترجم للأسف أيضا إلى آلاف الأرواح التي سوف تزهق وكان بالإمكان إنقاذها. ننادي ولا زلنا نكرر نداءنا ونحث الآن المجتمع الدولي وكافة الأطراف ذات العلاقة والصلة والضغط والتأثير على أطراف النزاع بضرورة بذل كافة الجهود الممكنة من أجل وضع حد لشلال الدماء. مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال في غزة تركزت في رفح الفلسطينية، راح ضحيتها نحو 100 شهيد إضافة إلى مئات المصابين. الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء النازحين، وسط توقعات بزيادة أعدادهم في ظل وجود عشرات تحت الأنقاض. مجزرة جديدة وجريمة حرب أضافها جيش الاحتلال لسجل جرائمه التي أعيت من يحاول إحصاءها، غير أنها وعلى ما يبدو ليست كافية ليتحرك العالم. أم تحمل طفلتها الرضيعة التي لم تتجاوز عاماً من عمرها قبل أن ينهيه قصف الاحتلال، متسائلة بأي ذنب قتلت، ورضيع لم يتجاوز عمره 5 أشهر قضى في تلك الغارة، ليتساءل هو الآخر عن الخطر الداهم الذي يمثله لجيش الاحتلال حتى يقتله بدم بارد. أسر كاملة ماتت وهم نيام بعدما داهمتهم غارة الاحتلال بليل لا ضوء فيه سوى ما بزغ من لهيب القذائف ووميض القنابل التي قتلت ولا تزال تقتل أطفالاً ونساءً وشيوخاً لا ناقة لهم في القتال ولا جمل. مشاهد مروعة خلفتها الغارة الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية التي أسفرت عن عشرات الشهداء وأضعافهم من المصابين وغيرهم ممن لا زالوا تحت الأنقاض. أشلاء تم نقلها إلى مستشفى الكويت التخصصي بالمدينة بعدما مزقت قنابل الاحتلال أجساد أصحابها، ومصابون تكدسوا على الأرض بجانب جثامين الشهداء علهم يجدوا من يسعفهم ويداوي جراحهم. أم تحتضن طفلها الشهيد وفتاة تنعى أمها، صبي يحمل أخاه المصاب، ورجل يودع أبناءه، ومسعفون يحاولون إنقاذ بعض المصابين. هكذا هي الصورة في مدينة رفح الفلسطينية جراء مجزرة الاحتلال. مشاهد مرعبة ووجوه يكسوها الألم والحسرة على فقد أحبة أبى الاحتلال إلا أن يقتلهم بدم بارد وسط صمت دولي مريب، إلا أنها لم تخلو من إصرار واضح على الصبر والصمود في مواجهة المحتل وبطشه. يا الله يا حبيبي يا محمود يا الله قالت نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية الفاو باث بيجدل إن مواطني غزة يعانون مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع، مؤكدة أن الظروف في غزة تشبه المجاعة. وأوضحت بيجدل أن جميع مواطني غزة ينتمون إلى أحد مستويات الجوع الثلاثة، والتي تتراوح ما بين حالة الطوارئ إلى الأزمة إلى الكارثة، حيث بلغ ما لا يقل عن 25% من سكان القطاع أعلى مستويات تصنيف الجوع، محذرة من انتقال المزيد من الناس إلى مرحلة المجاعة. في
في مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل، قال المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني أنه تم وقف عبور شاحنات المساعدات الأممية أمس إلى قطاع غزة، وتسبب ذلك في قتل عدد من الفلسطينيين. وأضاف لازاريني أن هناك نقصا حاد في الغذاء في شمال قطاع غزة، ما يشير إلى بوادر مجاعة. وأضاف المفوض العام لأونروا أنه اقترح وجود رقابة دولية على المساعدات المقدمة إلى الوكالة، مؤكدا أنه لا توجد جهة في غزة ستكون قادرة على توفير خدمات التعليم للأطفال في القطاع مثلما تفعل أونروا. من جانبه، أكد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في حماية المدنيين. وقال بوريل إن 700 مدرسة تابعة لأونروا تؤوي العشرات من الأطفال في غزة. وشدد المنسق الأوروبي على أنه لا يجب انقطاع الخدمات الحيوية التي تقدمها أونروا للفلسطينيين، مشيرا إلى انتهاء عمل الوكالة سيحدث تأثيرا صعبا على أكثر من 6 ملايين شخص. كان بوريل قد وصف قتل المدنيين في غزة بالأمر غير المحتمل، وأضاف أن جميع دول العالم أظهرت موقفا واضحا تجاه العملية العسكرية في قطاع غزة. نتنياهو has been asking to the evacuation of 1.7 million people. نتنياهو طالب أكثر من مليون نازح في رفح الفلسطينية بإجلاء أماكنهم، وهو ما يجعل الموقف أشد تعقيدا. نتابع عن كثب تطورات الأحداث في رفح الفلسطينية. لقد وجه عدة وزراء في التكتل وأكثر من مسؤول ومنظمة من كل أنحاء العالم رسائل لإسرائيل بعدم الإقدام على عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، وأعلن الجميع موقفه من ذلك، حتى الولايات المتحدة أكبر حليف لإسرائيل. قتل كل هذه الأعداد من المدنيين أصبح شيئا لا يحتمل. دعني أقول بعد كل الكلمات والتصريحات، ما هو الذي يجب فعله لتقليل هذه الأعداد من الضحايا المدنيين؟ العالم كله أصبح يتوسل لإسرائيل لوقف قتل المدنيين، لكن نتنياهو يصر على استكمال عمليته. استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، ويأتي ذلك خلال عملية اقتحام موسعة للمدينة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات مسلحة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالمدينة. وحاصر الاحتلال الإسرائيلي خلال الاقتحام المحور الشمالي لمدينة قلقيلية، وهاجم عدة أحياء منها. هذا واقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال نفذت الاقتحام بالجرافات والآليات العسكرية بالتزامن مع قصف على مناطق متفرقة من غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة ومخيمها. وفي تطور للأحداث، قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات لتدمير البنية التحتية بمدينة جنين. ونشرت قوات الاحتلال وحدات خاصة في منطقة الساحة وحيي الدمج والحواشين. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع إصابات في صفوف الفصائل الفلسطينية جراء الاشتباكات التي دارت قرب مدخل المدينة عند دوار الأحمدين. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كيسان جنوب بيت لحم واعتقلت مواطنا بها. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت كيسان ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من المنازل وسط اعتداء على المواطنين. وأضاف عضو مجلس قرية كيسان أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في الجهة الغربية وأجبرت ساكنيها على الخروج في العراء، واعتدت عليهم واعتقلت مواطنا بعد الاعتداء عليه وعلى أفراد أسرته. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل.
الحوثيون يستهدفون سفينة في مضيق باب المندب بالصواريخ. أهلا بكم من جديد. تقدمت فرنسا بمقترح إلى لبنان مكون من 3 مراحل لإنهاء القتال بين حزب الله وإسرائيل. وسلم وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سوجورني وثيقة مكتوبة إلى كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي. تتكون الوثيقة من 3 مراحل بهدف إنهاء القتال بين حزب الله وإسرائيل، ويضع المقترح الفرنسي المقاتلين بما في ذلك قوات النخبة التابعة لحزب الله للانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل، ونشر ما يصل إلى 15,000 جندي من قوات الجيش اللبناني جنوبي البلاد. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت سيارة بمنطقة بنت جبيل جنوب لبنان، وأشارت معلومات أولية إلى أن الغارة استهدفت مسؤولا بارزا لحزب الله اللبناني في بنت جبيل. كما قصف الطيران الإسرائيلي بلدة مارون الراس جنوبي لبنان وأطلق قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية، ونفذ غارة على تلة العويدة بالقطاع الغربي بالجنوب اللبناني وسط تحليق استطلاعي كثيف فوق قرى قضائي صور وبنت جبيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا صاروخين من اليمن نحو سفينة ستار آيرس بمدينة أو بمضيق باب المندب، وأشار بيان للبيت الأبيض إلى أن أضرارا بسيطة لحقت بالسفينة، مشيرا إلى أنه لا إصابات بين طاقمها. جدد المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر التأكيد على أن القوات الأمريكية متواجدة في العراق بناء على دعوة بغداد، ونفى رايدر معرفته بأي طلب رسمي محدد في هذا الوقت لمغادرة العراق. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية ستناقش الانتقال من مهمة التحالف العسكري إلى شكل التواجد الأمريكي المستقبلي في العراق. وجاء ذلك غداة إعلان العراق الأحد الماضي استئناف المحادثات مع التحالف الدولي تمهيدا لإنهاء مهمة التحالف في العراق. والآن نتحول إلى تطورات العملية الروسية الأوكرانية. Ukraine's future is in NATO. Counting on us. Защитим и наш народ. Слава Украине! قال
قال المستشار الألماني أوليف شولتس إن أوروبا بحاجة إلى توحيد جهودها الآن أكثر من أي وقت، وأكد شولتس أنه يجب تزويد أوكرانيا بما يكفي من الأسلحة والذخائر لدعمها في حربها ضد روسيا. نحن بحاجة إلى توحيد جميع جهودنا الآن، وفي رأيي هذا يعني أن أوروبا يجب أن تقدم مساهمات بما يكفي من الأسلحة والذخائر التي يمكن تسليمها إلى أوكرانيا. لقد خطت ألمانيا خطوة كبيرة للغاية، كما خطت دول أخرى مثل الدنمارك خطوات مماثلة، لكن لم تتخذ جميع الدول القرارات اللازمة بعد. من جانبه قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك أن موقف فرنسا وبولندا في جميع المسائل المهمة أصبح أقرب بكثير، وأكد تاسك خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على موقف بلاده الثابت ودعمها لأوكرانيا. أشعر بأنه في هذه الأوقات الصعبة للغاية أصبح موقف فرنسا وبولندا في جميع المسائل المهمة أقرب بكثير، سواء على المستوى الثنائي أو داخل الاتحاد الأوروبي، مثل تلك المتعلقة بالأمن والموقع الجيوسياسي لأوروبا، لا سيما في سياق العدوان الروسي على أوكرانيا. قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إن اتفاقية الإنفاق الدفاعي المشترك لحلف الناتو تثبت قوة الحلف، وأكدت على أهمية بذل المزيد من الجهد بين الدول الأعضاء في الحلف في مجال الدفاع. إن الإنفاق الدفاعي للدول بشكل فردي وإرسال الرسائل الأكثر وضوحاً بغض النظر عمن سيقود الإدارة الأمريكية المقبلة بعد هذا العام الحافل بالعمليات الديمقراطية هو أننا أقوياء بما فيه الكفاية، وأننا يجب أن نكون قادرين على الدفاع عن بعضنا البعض، وأن أي بيان مثل بيان دونالد ترامب يجب الاعتراف بالخطر الذي يمكن أن يجلبه، ولكن يثبت أيضاً بأننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني خلال يوم بلغت نحو 825 جندياً، بينما تمركزت القوات الروسية في مواقعها على محوري كيرساني ليمان ودونيسك. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على مواقع وصدت 13 هجوما للقوات الأوكرانية على اتجاه دونيسك، وقالت إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 33 مسيرة أوكرانية في مناطق بمقاطعة خيرسون. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح المضي قدما في دفع حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ويعد هذا التصويت بمثابة خطوة إجرائية إضافية نحو إقرار محتمل لهذه الحزمة غدا الأربعاء. تظاهر آلاف الصرب في شمال كوسوفو احتجاجا على خطط الحكومة في بريستينا لحظر استخدام الدينار الصربي. وخلال التجمع الاحتجاجي قال نائب رئيس حزب القائمة الصربية إنهم يحتاجون لدعم الاحتجاج السلمي والديمقراطي، رفضا للقرار الأحادي الذي اتخذته السلطات في بريستينا بإلغاء الدينار في نظام الدفع. واعتبر المحتجون أن القرار هو بشكل مباشر ضد الأقلية الصربية في كوسوفو. قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لدعم القطاعات الاقتصادية الدافعة للنمو، لا سيما في مجالات البنية الأساسية. وأضاف مدبولي خلال كلمته في قمة الحكومات بدبي أنه في إطار استهداف مصر لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، نفذت الدولة عددا من المشروعات التي أسهمت في زيادة الرقعة الزراعية. تضع الدولة المصرية نصب أعينها التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو، خاصة في مجالات البنية الأساسية، مما تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية
والتي أثمرت هذه الجهود عن تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة، وأيضا في إطار استهداف الدولة لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، قامت الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة مرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع لزيادة الرقعة الزراعية في مصر بأكثر من 4 مليون فدان، وقد أسهمت تلك المشروعات في زيادة المساحة المنزرعة إلى حوالي 10 مليون فدان والمساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان. توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن ينجح الاقتصاد العالمي في تحقيق هبوط سلس، مرجحة أن تبدأ البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة اعتباراً من منتصف العام الجاري. ورجحت جورجيفا خلال القمة العالمية للحكومات في دبي انخفاض معدلات التضخم العالمي في العام الجاري، مشيرة إلى أن أفاق النمو العالمي على المدى المتوسط لا تزال عند نحو 3% مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 3.8%. هذا وانطلقت اليوم أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي التي تعقد تحت شعار استشراف حكومات المستقبل بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة. تبحث القمة الفرص والتحديات المستقبلية التي يواجهها العالم، كما تناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم وتبادل الخبرات. تراجع معدل التضخم في أوكرانيا في شهر يناير الماضي ليصل إلى 4.7% مقابل 5.1% في كل من نوفمبر وديسمبر السابقين. وتباطأ التضخم في أوكرانيا على أساس شهري إلى 4.4% في يناير مقارنة ب 7.1% في ديسمبر ونصف في المئة في نوفمبر. رياضيا، يحل مانشستر سيتي ضيفا على كوبنهاجن الدنماركي في الدور 16، كما تنتظر ريال مدريد موقعة صعبة في ملعب لايبزيغ الألماني. سيتي يأمل في مواصلة صحوته في كافة المسابقات، بينما يسعى الريال للتغلب على أزمة كثرة الغيابات بين صفوفه. نظم الاتحاد الأردني لكرة القدم الحفل في استاد عمان الدولي لاستقبال وتكريم المنتخب الأردني بعد الإنجاز التاريخي ووصولهم للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2023 في قطر. وحصل المنتخب الأردني بقيادة المدرب حسين عموتة على الميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخه في البطولة القارية بعد الخسارة أمام قطر في المباراة النهائية. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. شهداء ومصابون جدد جراء قصف استهدف منازل وسط القطاع وتواصل العدوان على رفح الفلسطينية جنوبا. جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده خلال معارك جنوبي القطاع. في إطار مقترح للتهدئة، فرنسا تدعو لانسحاب مسلحي حزب الله 10 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل. ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، إكس، إنستغرام ويوتيوب. ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR كود الظاهر على الشاشة. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.